بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكرك على الاستضافة ديالنا عندك اخي زي العرب، تحياتي ليك وتحياتي للمشاهدين ديالك. كنشوف هنايا بالنسبة لنا هنايا واحد الحياة زعما صراحة الله في مستوى، وهنايا الى خدمتي وعولتي على راسك وكذا كتوصل. كاين فرق كبير ما بين هنا والمغرب، هنا كاين شويه المساعدات يعني اللي كتشجعك بس توصل قدام ان شاء الله بحول الله. ولكن هنا يعاود لنا عاستي نفس السيستيم ديال المغرب عاود خدمتي ويعني وخدمتي وعولتي على راسك كتوصل كتعيش الحمد لله مزيان بخير مدخن عافي. هنايا كذلك ومثال عاول نعاسي راه ما كتبقى بلاصتك ما كتعمل حتى شي حاجه. اذا انسان كيعول على راسو كيخدم كيعمل بزاف ديال الحاجات باش كيوصل للهدف ديالو. الا ما كانش الا ما عملش بزاف ديال الحاجات راه ما يوصلش للهدف ديالو. وبواحد النسبه هنايا كاينه التساهلات بس تعدل الحياه ديالك وتوصل الحياه تنظم الحياه ديالك وكيوقع عندك النظام. هنايا شويه في المغرب ما كيكونش شي نظام، يعني انت هنا كتكون حر في راسك. ملي كيوقع الغلا راه كينظر كلشي، راه كلشي كينظر، ماشي الاجانب ولا ولاد البلاد ولا كذا، راه كلشي كينظر بواحد النسبه. لان هنايا عاود ما تنساش واحد النقطه، كلشي كيطلع والصاير ما كيطلعش، كيبقى بلاصتو نفس السيستيم ديال المغرب. حدا بالمغرب وصلت الزيت ديالو ب 100 درهم والعامل باقي هو باقي بلاصتو. هنا كذلك ومثال الزيت من 4 الاورو 75 13 الاورو زياده، يعني صعيب الحال وكتبقى لك الخلصه هي هنا الاولانيه. كيخرج عليك اول حاجه راه النص ديال الخلصه ديالك كتديها لك الكرا، النص ديال الخلصه ديالك راه كديها لك الكرا. ثاني حاجه الماء والضوء راه كدي لك الربع ديال الخلصه ديالك. المعيشه كتبقى مهم. بحال اللي غنقول لك خدام من يولدر فرانك ما كيشيط لك منا والو، باش كتعيش باش كتشرب. قول حنايا الحمد لله مغاربه كنعرفوا نسيروا راسنا باش كنجمعوا ديك البركه باش كنهودوا نشوفوا الاهل ديالنا والحباب ديالنا. اخي زي العرب باللي ان مازوت كان باورو 10 رجع باورو 80، يعني انا في الخدمه ديالي كنضرب شهر كتمشي لي 100 الاورو ولا 120، دابا حاليا خصني 220. كان بارتي بكاميون وكنعمل تجاره حره. كيبقى داك الشيء هو كيعمل اللي عمل الشع، كيبقى داك الشيء هو لان كاين اللي كيشري كاين اللي لاباس عليه ما كيتسوقش هذا الاضراب، وكاين اللي الانسان ديك الانسان ضعيف هو اللي كيحس بهذه الضربه هذه كيعمل هذا الاضراب كيوصل الميساج للدوله، والدوله كنشوفوها نتمنوها يعني تعمل الحلول. كنشوف ما كاين لا حل ولا حتى شي حاجه، واخا تعمل الاضراب واخا تعمل اللي بغيتي كيبقى داك الشيء هو. نشكرك على الاستضافه ديالك وكنت كنتمنى بحال هذا النهار هذا والحمد لله هو تحقق. وتحياتي زي العرب والمباشر والعواشر مبروكة، تحياتي للجامع، تبارك الله عليكم. السلام عليكم ومرحبا بك. صلاح مواطن مغربي عايش في الديار الإسبانية في برشلونة، جايبين هنا تقريبا واحد بين 15-17 سنة. الخدمة ديالي كنخدم كوزينيرو، أبارتي كوزينيرو كنميل شويش للفن دراب. شنو نقول لك صراحة، يعني هو كلشي فهاد الموجة هادي اللي وقعت دابا كلشي متضرر، لا الشعب لا امبريساريوس لا كلشي متضرر. يعني كنشوف واحد يعني طلع داكشي طلع صاروخية. واش غنقول لك حاليا كيهضروا بيرو باقي ما كايناش شي تدخل يعني 100%. وانا بالنسبة لي انا مثلا هاد الغلاء هذا اللي وقع حنايا عاوتاني السبب فيه، مثلا الزيت كانت كتسوى 4 الاورو وصلت دابا 10 12، كاينه بعض البلايص وصلت فيهم من 18 الاورو. صراحه انا بالنسبه لي ما نشريهاش، والزيت بايض وما كايناش شي فرق. الزيت بايضه كتعمل دابا 12 الاورو و40 والزيت اخرى كتعمل 18 الاورو، يعني ما كايناش شي فرق. نشري الزيت اللي كنقولوا حنا الزيت ديال العود، ما نشريش الزيت بايض. مثلا حنايا مثلا الى اتفق انا واخر مع غادي نشريوها غادي يخليوها بنفس الثمن. الزيت كتجي من اوكرانيا، عبات الشمس كتجي من اوكرانيا وهذيك داكشي، ولكن حتى اسبانيا راه عندهم الزيت ديالهم. دابا كنشوف انا مثلا نعطيو غير مثال ميركادونا،
عندهم الزيت ونداخل في الستوك وما كيخرجوهاش، كيخرجوا مثلا الزيت كحلة باش تباع حيت ما كتمشاش بزاف، فهمت؟ لا شي وقع مؤخرا يعني ملي وقعت هذه الحرب في اوكرانيا يعني تما بدا كيطلع شويش بشويش، كل نهار كتزيد واحد طانطو. الاضراب ضروري راه عنده الايجابيات والسلبيات ديالو، يعني راه قطع السير وكذا هذيك راه يتضرر، ولكن نطلبوا من الله يعني تكون شي نتيجه، يعني شي نتيجه مزيانه. يعني كنتاجه الميدان الضراب، يعني نحاولوا نوجهوا رسائل للشباب كذا، يعني داكشي اللي عشناه حنايا مثلا كاينه بعض المراحل عشناهم يعني شويه ما نقولوش خايبين الحمد لله، ولكن كنحاولوا نوجدوا الناس مثلا اللي ماجين وكذا الشباب اللي طالعين يعني يشبروا الطريق ديالهم، فهمتي؟ ما يتبعوش الخاويف على اللي كنقول، ما تعولش على شي واحد يدفعك ولا شي حاجه، خدام يعول على رسول الله سبحانه وتعالى. واش نقول لك، اول حاجه توحشنا المغرب وتوحشنا طنجه والله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وكنشكرك بزاف ومرحبا بك مباشر سي طارق هو معنا هنايا. وهذه اللي كخصني نقول لي انا، توحشنا المغرب والحباب والعائله وتوحشنا بزاف. شوف كل واحد كيعتز بمدينته، وتوحشنا طنجه، توحشنا طنجه بزاف. بالنسبه للزياده في الزيت والمواد الغذائيه وبزاف المواد يعني فهمتي، خصوصا هاد الحرب ديال اوكرانيا اش غنقول لك، يعني هادشي هذا اسبانيا كتعيش واحد ازمه كبيره بعد كورونا. دابا هاد الحرب اللي وقع بين اوكرانيا وروسيا، يعني ان شاء الله دابا قدام تقدر تبدل فهمتي، تبدل هادشي هذا على حساب هاد الحرب هادشي فهمتي. الاقتصاد ديالها بدا كيطيح شويه فهمتي، مبقاش بحال اللي كان فهمتي. ايوا نتمنوا هادشي هذا يتحسن ويتعوض هادشي هذا، وكنتمنوا يفتحوا لنا الاوراق ان شاء الله. حنايا في الاوراق 4 سنين حنا كنعانيو هنايا، ما كاين لا خدمه ما كاين لا هذاك، وكنتمنى بزاف ديال الحاجات. بالنسبه للحراقه والدراري اللي كتعاني مساكن اللي كينعسو في الزنقه ونادم اللي كيمكرفس وكذا، تخلطص الامور بنادم كينعس في الزنقه الله يحصل العون وكذا، وشحال من واحد مسكين راه العام اللي فات راه شاف بعض الناس ماتوا بالبرد وكذا فهمت، بنادم كينعس في الزنقه الله يحصل العون فهمت. بنادم عيف الدار ديالو راه جب الطانيات والسخان مشدوده وكيجي عيف برد فهمت، ما عاد بنادم كينعس في الزنقه ما كيجبر ما ياكل وكذا. الله يسهل على الجميع، حنا ماشي ما كنقولو شي ما طلعوش، راه كل واحد والزهر ديالو فهمت. خصها تكون عندك اللغه، خصها تكون عندك الصنعه، خصها يكون عندك السكن، بزاف ديال الحاجات فهمتي كيفاش. اغلبيه كيقول لك خصك الاوراق فهمتي، على حساب الكونترول على حساب الحمله كتجي فهمتي. الخدمه كاين شي وجه معاناه، بنادم اللي ما عندوش الاوراق كيعاني فهمتي كيفاش. تقدر تخدم، تقدر تخدم اليوم سيمانه ما تخدمش، شهر ما تخدمش فهمتي، داكشي على حساب التابيتوز وكذا وداكشي. اما الخدمه الرسميه ما تجبرهاش فهمتي. نتمنوا جميع المغاربه يتعاملوا مع بعض، يسوا الناس الجاليه المغربيه يتعاملوا مع الناس اللي كينعسوا في الزنقه واللي كيعانوا في البرد هذا والشتا فهمتي. بنادم يحس شويه مع بعض راه الدنيا فهمتي، ربي كبير الحمد لله وحنا مسلمين، هذا يعاون هذا، هذا يوقع مع هذا، وخا عيب كلمه، عيب كلمه طيبه.